انت عايز تمس؟ انا عايز امس. حاضر هنشوف. حاضر هنشوف لو في دور ينفع لك. مش كان في بنت برضو كانت لقاء معاك وانت جبتها في فيلم صنع في مصر؟ اه الصغيره نور عثمان. ايوه كنت جايبها هنا؟ لا كانت في برنامج تاني بتاع مواهب اللي هو عرض جوت تالنت. أيوة. وبعد كده خدتها معايا في الفيلم. صح. هو انت مصرر في برنامج عرب سكوت تالنت؟ اه. انت النهارده اتبسطت؟ اه والله انبسطت جدا. بجد؟ اه والله اقسم والله. طب كويس. انت كمان دمك خفيف. اه انا دمي خفيف على طول. دمي خفيف مع الناس برضه. ايوه انا عارف.